خلينا نشوف بهذا الفيديو توقعات برج الجدي اول شيء خلينا نشوف طاقتك والشيء اللي عم بتركز عليه او الامور اللي عم بتركز عليها اكثر هاي الفتره عم تشغل تفكيرك طاقتك طاقتك كيف عم بتكون عم تتخذ قرارات كتير يا برج الجدي في هاي الفتره وعم تتسرع جدا في القرارات بدك تغير الواقع يعني بشكل زي ما بيقولوا غصبا عن الدنيا فعم بشوفك عم بتحاول تصنع قرارات تغير حياتك تغير شخصيتك تغير حتى الأشخاص اللي حواليك بدك تعمل تغيير كامل وشامل حواليك فطاقتك رايحة على هذا الموضوع هذا هاي الفترة خلينا نشوف برج الجدي في الفترة هاي كيف عم بيكون الورق ان شاء الله يكون الورق ايجابي كان عندك سفر بتوقع بداية السنة كان في عندك مؤامرات كان في عندك شغلات كتير كان عندك مشاكل عاطفية إن شاء الله الورق يكون إيجابي وخالي من هاي الأمور بس السفر كان مصلحتك لبعض الجدي يعني لبعض مواليد الجدي اللي سافروا انا بعرف ناس كتير جدي يعني سافروا وكان السفر خير لهم يعني انبسطوا في هاي الخطوة هذا الكرت تقريبا طلع لي بكل الابراج اوه هذا على فكرة يعني ورقتك انت برجك انت يا جدي في الطاقات اكثريتها الواضحة في عندك دلو في عندك الجدي نفس برجك يمكن عم تتعامل مع شخص اخر من نفس البرج في حوت في طاقات ترابية عم بتبين طاقات هوائية أكثر شيء نارية أسوأ إشي يعني ما بعرف كيف خلص خلينا نحكي بعدين إن شاء الله راح يكون في عندك قلنا كان في عندك مؤامرة بالفترة الماضية وأنا شفت يعني بالأشهر الماضية عنجد كان في عندك مؤامرات عم تحاك ضدك يا برج الجدي ولكن عم بتعود لك الحق شوي شوي عم بتستعيد قوتك شوي شوي في في انتصارات بطيئه صحيح ولكن عندك انتصارات على هدول الاشخاص عندك تعويضات في اماكن اخرى شايفه سفر بامتياز سفر يعني عم بتفكر بسفر بشكل جدي للي لسه ما سافر من برج الجدي عم بفكر وفعلا هاي الفترة عم بتكون في فرصة حلوة للسفر شايفة في عندك أديكشن معين يمكن في عندك ادمان معين ممكن ادمان على حب شخص ممكن ادمان من اي نوع عم بتحاول تنهي هاي الفترة وممكن يكون طاقة سلبية اللي هي سحر حسد عين ممكن تكون موجودة عندك فعم بشوفك يعني لسه ما بلشت يمكن انه تستشفي منها او لسه ما جابت النتيجة المرادة المراد تبعك لسه ما حصلت عليه شايفة في مشروع جديد مكتوب له النجاح حب جديد مكتوب له النجاح او رجوع حب قديم بشكل جديد برضه مكتوب له النجاح في عندك اكثر من نجاح هاي, الفص... هاي الفتره عن يعني على اكثر من صعيد على اكثر من من ناحيه شايفه وفره ماليه كبيره جدا آه وسعاده عاطفيه يعني وفره من الناحيتين من الناحيه العاطفيه ومن الناحيه الماديه شايف الأزواج من أبراج برج الجدي من بعد انفصال أو من بعد برود من بعد عم بيرجعوا لبعض حتى الأحبة يعني مو شرط كمان بس المتزوجين عم بشوف الشريك يعني كان في أمور بينك وبينه تدعو للخوف أو تدعو شوي كان الشخص المقابل كان عم يستغلك نوعا ما عم بيحاول انه يستنزفك بي وما يقدم شيء للعلاقة يعني انت كنت تقدم كتير الطرف الثاني ما عم يقدم كان كتير لكن عم تنعكس الامور شايفة شايفيته هذا الشخص شوي يعني مش ملعب يعني في عنده شوية حركات عشان هيك انت عم بتكون شوي حزين حتى مع الرجوع حتى مع تطور مع انك بتحبه كتير وهو بحبك كتير لكن هاي الامور فيه آه لا ارادية هو هيو يعني هو طبعه هيك مش مش عم, بي مش عم بيختلق الامور او هو لا اراديا هذا هذا طبعه هذا الشخص عم بتكون عنده علاقات عم بتكون عنده القراءات طبعا ممكن تكون عكسية العاطفية لما نحكي عن العاطفة عم بشوفك بتترك مكان اما مسكن بتروح لمسكن جديد او عمل عمل جديد شايفة هذا الموضوع رح يتم على نجاح شايفة عندك بعض الطاقات السلبية او بعض الاشخاص اللي كانوا قلت لك كانوا عم بحيكوا خلينا نقول آه، عم بيحكوا من وراك عم بيحكوا مؤامرات آه ضدك شايفة في لهم نهاية قريبة جدا شايف آه، شايفة روحانياتك عم بتزيد مع الوقت او عم بتحاول تنمي روحانياتك بهاي آه الفترة وهذا افضل اشي بالنسبة الك لحتى تتخلص من هاي الطاقات السلبية او من هدول الاشخاص آه، خلينا نفتح اكثر على العاطفة هون كمان بينت الطاقات السلبية في طرف ثالث عم بيحاول يعمل طاقات سلبية لإلكم بالنسبة للعلاقة العاطفية برضو الكرت الثاني نفس الشيء أحيانا عم بتحسوا حالكم حزينين بلا سبب نتيجة هاي الطاقات اللي قلنا عليها في طاقة ثلاثية عم تتلاشى مع الوقت عم بيكون عندك استشفاء وعم بتكون بكامل حيويتك على نهاية هذا هاي الفترة واحد منكم عم بيقدم اعتذار عم بيقدم تنازلات عم بيقدم شغلة جدا رائعة للآخر القراءات ممكن تكون عكسية عشان هيك أنا بقول يا أنت يا هو عم يحصل عليك من بعد ما فقدك وعم تحصل عليه من بعد ما فقدك هذا الشخص رح يقدم لك أكثر من شغلة أكثر من إثبات أكثر من دليل إنه هو تغير هذا الشخص وعم بشوف في أمنية كبيرة حلوة من ناحية خلينا نقول العاطفة رح تتحقق إما عودة حبيب إما زواج من هذا الشخص إما شخص جديد إما يعني في في أمنية عندك على الصعيد العاطفي رح تتحقق شايفة في وفرة مالية رح تلحق هذا الارتباط أو رح يكون عند الشريك وفرة ما أنت وجهك رح يكون حلو عليه خلينا نقول بشكل عام شايفة لك الأمور العاطفية كتير حلوة طيب في عنا تحذيرات أو شيء معين ممكن نحكي هم آه شايفة شوية بعد آه يعني روحانياتك عم بتقل هاي الفترة الفترة الماضية كانت شوي قليلة كان اهتمامك يمكن بالعمل أكثر بالعاطفة أكثر عم تبعد شوي عن الروحانيات عن قراءة يمكن القرآن عن الصلوات عن أي شيء له علاقة بالروحانيات آه فبيقول مثل مثل تحذير لأنه الكرت طلع يعني مقلوب كتحذير يعني بيقول لك لا ارجع قرب من ربنا وارجع قدم الصلوات والدعوات وكذا وارجع كمان استشفي من الامور اللي قلنا عنها شوف عقلك الباطن هاي الفترة بشو عم بيكون معلق بتركيزك اكثر شيء شوف في تحديات كتير ولكن كلياتها مثل رح تحاول تلاقي لها حلول وخاصة في العلاقة العاطفية كل ياتا شوف قديش هي كتيرة الاختلافات بينك وبين الشريك ممكن اختلافات في اللغة في الدين في المكان ما بعرف بالأعمار كل الفروقات شوي شوي رح تتقلص وشوي شوي ما رح تشوفها شوف هي لونها أسود والباك جراوند أسود ما عم نشوفها أصلاً فعم بتحاول تعمل هذا الاشي شايفيت لك هون انه الطاقة السلبية عم بتركز اكتر هاي الفترة على الاستشفاء منها وفعلا عم تطاير يعني وحدة وحدة المشاعر السلبية او الطاقات السلبية رح تعمل لها ريليز هيك رح تطلقها من طاقتك وما رح تكون موجودة في الفترة القادمة فشي حلو كتير تركيزك رح يكون نشوف كمان نصائح او بقول لك صرخ زي الاطفال يعني خاص بكفي الجمود بكفي انه ما تعبر عن مشاعرك انت شخص ما بتعبر ابدا عن مشاعرك بتضلك كاتم جواتك الظاهر عندك بتحاول من خوفك مش من خوفك من عدم امانك للاشخاص بتحاول انه تخبي المشاعر اللي عندك اياها فبيقول لك لا بالعكس صرخ صرخ مع سعاده علشان هذا الاشي يعني بفيدك انت اول واحد بيطلع طاقات سلبيه منك خليك على طبيعتك ما كثير تعيش دور اللي هو الانسان القوي كتير والرسمي والمش عارف ايش وهذا احنا بنعرف برج الجدي يعني كثير بتمسك بقوته بحاول يرسم شخصية صارمة جدا قدام الناس وكذا بيقول لك لا ارجع ارجع عادي يعني الحياة اسهل من هيك واحلى من هيك بكتير فبيقول لك ارجع مثل الاطفال شوف كمان نصيحة لبرج الجدي اها حلو أه بينصحك بانك تعطي اكثر هو انت فعلا بتعطي من مالك صدقات ولكن بيقول ركز على الصدقات هاي الفتره اكثر يمكن عشان طاقات سلبيه ويمكن عشان اسباب اخرى المهم بيقول انه أه واساسا في قوانين الطاقه الكونيه او في قانون الجذب انت لما تعطي أه هذا الاشي بيرتد لك باضعاف الاضعاف فيعني بالعكس الواحد بيعطي وبيتصدق وكذا واساسا برج الجدي معروف انه بهذا الموضوع بالعطاء فبس بنصحك بهذا الموضوع حبايبي برجع اشوفكم بالفيديو الجاي وحاشا.